مستمرين مع اوتور ستارز كوربوريشن وكلاء سوبرو بلبنان. اليوم عم ضوي على طراز الجديد من سوبرو فورستر، اول مره عم نشوفه باوتو فوكس وبعده وصل اكيد على لبنان. معنا مس رنا عبود من دائما باوتو فوكس. هاي رنا. هاي جوش. يعني سياره كثير انضاف لها من حيث الشكل والمضمون، خبرنا كثير عنها. هي الفورستر اللي تعتبر تاريخيه بسوبرو، شو اللي تغير بين طراز السابق والجديد؟ هلا اليوم يعني لكل سوبرو لوفرز ولكل السوبرو فورستر كوميونيتي رح نقول لهم ويلكم تو ا وورلد اوف نيو بوسيبيليتيز. هالعنوان الكبير بيطلق ذا اول نيو سوبرو فورستر 2019 بديزاين فاشنبل رينوفيتد ديزاين مثل ما عم نشوف جورج، واس يو في مثل ما عرف، وهلا صار جاهز اكثر واكثر للتحدي. يعني أول شيء السيارة صارت ما عم نشوف أكبر حجماً وأعرض وعيد تصميمها، يعني مثل ما عم نشوفها كتير ملفت. واليوم رح نحكي أكتر ورح نعمل فوكس مش بس على الشكل، على المضمون كمان، على التكنولوجي، على الديفلوبمنت اللي صار بالتكنولوجي للفورستر، على الاكس مود اللي صار عنا دول اكس مود اذا بدك، وبنفس الوقت الاي سايت سوبرو جلوبال بلاتفورم لاول مره على السوبرو فورستر، الشاسي الجديد اللي عم يعطي هالاس يو في بيرفورمانس احسن، سيفتي ريسبونسيفنس اكثر. يعني رح نحكي عن كل هالتطور اللي صار للاس يو في. خلينا ننتقل لداخل السياره نشوف ابرز الاوبشنز الموجوده بالفورستر الجديد من سوبرو. يلي كتير لفتني بالسيارة رانا قبل ما نحكي عن الأوبشنز الكتار هي الأزاز الأمامي العريض جدا، أيضا على الجوانب، وعندنا بانوراميك صنروف، يعني كتير سيارة مضوية من جوا. هذا الشيء بريح كتير الباسنجرز والسيق، وبعرف من جوا قدام مريحة القعدة من حيث الليج روم والهيد روم. نحن برينوفيتد انتيريور جورج للفورستر، يعني منحس مش بس بالراحة إنما كمان بالكونكشن، يعني feel connected wherever you go بقلب الفورستر الجديد. عم نشوف السكرين اللي صار إذا بدك سيجنتشر لكل سيارات السوبرو، 8 inch LCD touch screen، تحكم فيه من خلال الفولان بطريقة كتير سهلة وفريندلي، وما ننسى انه الميرورينج على التليفون دائما تا يسهل لك عمليه الكوميونيكيشن. الاكس مود الجديد صار دول اكس مود سيستم، يعني هون رح نحكي عن الاكس مود اللي اول ما شفنا الاكس مود شفناه على السوبرو فورستر، وهلا عم نشوف كيف هالديفلوبمنت عم بيصير مثل ما عم نشوف سنو ديرت وديب سنو مود. الاكس مود هو بريكنج سيستم للسياره، دائما بنقول بيطلعها او بينزله على الجليد على الطرقات الوعره، هو بيعمل بريكنج لحاله، بيعمل سيطره كامله للسياره. بالنسبه للسنو ديرت اللي هو الاكس مود وقتها يعطيك السيطره والكنترول، اما اذا حبيت مثل ما قلنا السوبرو جاهز للتحدي سنوماد. السنوماد سياره غرزت طلعت نزلت عبالك تتسلى تعمل ادفنتشر وين ما بدك فيك تروح. حلو. بفضل التكنولوجي، وكمان صار عندك الديب سنوماد للاكس مود، لكن اوبشنز كثير كثير اوبشنز عديده، يعني مع حتى الباركينج بريك، مع شو بعد الاوتو فيكل هولد مثل الهيل هولدر. بس كمان هون عم نحكي عن تطور، يعني اذا السياره بتوقف كنا نقول بطلعه بتكبس على الهيل هولدر، هلا بطلعه وبنزله وحتى على طريق سهله تتكل على AVH. كمان هون السيارة بتكون Amazing. عن جد فيتشرز كتار ما بيخلصوا بالسيارة، والكاميرا كمان كاميرا من فوق عم نشوفها على الديسبلاي، ويعني كمان عندك انت سايد على السايد، وبنفس الوقت يعني Amazing. شو بدنا نحكي كل الفيتشرز الديفلوبمنت مع بادل شيفتر كمان لقيادة دايما كونفيدنس وايل درايفنج. من بعد ما حكينا عن ابرز الاوبشنز بداخل السيارة بدنا نحكي اي سايت ونحكي بيرفورمانس السيارة الفورستر الجديدة.
اكيد وصلنا نحكي بيرفورمانس الفورستر الجديد، فعلا في اوبشنز رائعه جدا بالداخل وايضا بشكله الخارجي. هلا كمان الاي سايت موجود بهالفورستر، نحكي عنه دائما واللي بتنفرد فيه سوبارو بالعالم. اكيد الاي سايت اللي هو ذا بريفنتيف سيفتي بسوبارو موجود على الفورستر، تا يقدر يكون الكوبيلوت اذا بدك بيعمل سكانينج للطريق، وهون ات اسيست ذا درايفر. يعني رح اعطيك اكزامبل احسن، اذا انت سايق وشردت خلال قياده، عندك هون الاي سايت هو رح يعمل مثل بريكينج والسياره بتوقف، وهون بتتفادى الحادث. ممتاز. كمان الاي سايت بنحكي عنه از ادابتيف كروز كنترول، يعني وقت تحدد مسافه مثلا 50 مسافة متر معينه او 30 متر بينك وبين السياره اللي قدامك، هون كمان رح يمشي بطريقه كثير ذكيه حسب سرعه السياره اللي قدامك ويخفف. اذا كنت صافف سياره وبالغلط شارج حطيت درايف وقتها بدك ترجع لورا، هون كمان الاي سايت ما رح يخليك تفوت بالأوبستاكل اللي قدامك، لأنه كمان رح يعمل هو العملية. لكن كوبيلوت عن حقه حقيقة بيكون بهالسيارة، سيستم الاي سايت اللي بتنفرد فيه مذكر سوبرو موجود من الناحية الأمامية إلى جانب المراية، على جوانب المراية الأمامية بنشوفها على الأزاز. من ناحية البرفورمانس الفورستر محركين أو محرك واحد اليوم؟ الفورستر بـ 2.0 لتر بوكسر انجن، باورفل انجن طبعا للسوبرو فورستر، خاصه انه ذكرنا ببدايه الحلقه سوبرو جلوبال بلاتفورم. السوبرو جلوبال بلاتفورم وقت نحكي عن بالتصنيع فيتاس اخف وزن، انجن اخف وزن دائما تزيد البرفورمانس للسياره، كمان السيفتي مش بس البرفورمانس والريسبونسيفنس. يعني هون الفورستر طور من الداخل من الخارج ناحية المحرك، المحرك الفيتشرز تطورت من كل النواحي. يعني حتى إذا بدي أعطيك إكزامبل صار براكتيكال، الصندوق بيفتح أسرع صار من كبسة واحدة وبيسكر، وأنت بتحدد قديش بدك تفتحه ليفل إذا المحل وات اللي أنت عم بتفوت فيه. Perfect. يعني لكن فيتشرز كتير كتير كتار فعلا The All New Forester من سوبارو. هلأ بدنا نشوف شو الستارتنج برايس تبعه، واهم شيء اذا في هات ديل مع وجود السياره الجديد بسوق لبنان. ما حكينا كثير عن الفورستر الجديد اللي ما صار له ابدا بالزمان بالسوق اللبناني، بدنا نعرف شو الستارتنج برايس تبع هالشوفي او هالكروسوفر الرائع. الستارتنج برايس للاول نيو سوبارو فورستر 2019 27,900 دولار فقط. سعر كثير منافس صراحة مع كل الأوبشنز اللي حكينا عنها والحجم الرائع للسيارة. بهمنا التست درايف جورج، بتعرف يعني نحن دائما تست درايف افيلبل، وهلا كمان نحن بندعي كل الناس يتفضلوا لعنا على الشوروم مش بس لتست درايف، كمان تيستفيدوا من سوبارو وينتر ديلز. هلا سوبارو وينتر ديلز اب تو 2000 دولار على الوينتر باكج، ناطرينكم تستفيدوا. واكيد فور مور ديتيلز تابعونا على سوبارو لبنان فيسبوك اند انستغرام، هون بتاخذوا كل الديتيلز. وما تنسوا جورج انه نحن شورومز موجودين بكل المناطق، كل المناطق الصيفي، نهر الموت، زلقه، صيدا، جونية، بعقلين الشوف، طرابلس، والكورة من جنوب للشمال، وناطرينكم على الأكيد. شكرا رنا وجودك معنا، نشوفك بحلقات مقبلة. بكرة تابعونا مع سيارة جديدة مشاهدينا دائما على MTV. إلى اللقاء.